السماء. يا عشق الكامل عنا بيصلي بصراحه. لما هايدي رفضت تاخد التجربه انت خفت شويه؟ لا هي ما اثرتش عليا يعني، بس كان نفسي تبقى موجوده معانا. اوكي احكي لنا التفاصيل اللي حصل معاك من اول ما نزلت من الطياره لحد ما وصلت هنا. عارف لعبه السرو دي؟ طبعا عارف لعبه السرو بقى، هي اسرع كمان، نزول اسرع. اوكي بجد بتقع بجد بقى يعني. طبعا مع الـ مع الـ مع الكابتن اللي معايا، طبعا هو عارف هو يعني كويس يعني، بس انا بقول لك احس ان انا حاسه يعني. وفضلنا ننزل كده شويه حلوين لحد ما راح فاتح الباراشوت بقى، بريب بقى تتسحب تاني، بدات الحياه ترجع فاهم. وعملنا بقى سلندرات بقى تلف بالباراشوت، حاجه تحفه. احساس جمال كده في الدنيا يعني، ومبسوط ان احنا عندنا حاجه زي كده في مصر. اوكي لو هتبعت رساله لهايدي دلوقتي تقول لها ايه؟ تجربه عمرك في حياتك ما هتجربيها تاني، فلازم تجربيها. تفتكر ايه شعور تماره دلوقتي وهي بتتفرج عليك؟ اكيد هتعمل كده لما تكبر شويه، بس تعمل كده على طول. هتشجعها؟ طبعا، ده انا هاخدها نعمل كده مع بعض طبعا. مش هتخاف عليها شويه؟ ما انا معاها بقى. دي اول مره في المنصوره الجديده ولا جيت قبل كده؟ انا جيت المنصوره اول مره، منصوره جديده. ايه رايك بقى؟ زي ما قلت لك هو الموضوع من فوق بقى وانت نازل تحفه. طيب لو هتبعت لاهل المنصوره اغنيه هديه على ذوقك هتغني لهم ايه؟ نقول لهم لو بتحبوا البلد دي خلي عيونكم عليها، خلي ايديكم في ايديها، يا مصر ويا منصوره تعيشي. اوكي قبل ما نكمل كلامنا بس عايزينك تسمعنا اللي انت قلته في الفويس نوت. الفويس نوت. طيب اولا مبدئيا كده انا مبسوط جدا ان انا هعمل حاجه كنت اكسايتمنت ومغامره، ما بعملش ده كتير، فبالنسبه لي مميز جدا وفي نفس الوقت خايف جدا برضو في شويه وبس. ولو حصل لي حاجه بقى خلي بالكم من تمارا، وبقول للحاج صاحب البيت والحاجه لو عايزين تأجروا قطي أجروها خلاص. اكيد اجروها هم خلاص. طب دلوقتي احنا خلصنا، عاوزينك تتصور سيلفي او اول سيلفي ليك في المنصوره الجديده. يلا هعمل كده.